من غير قلم ورصاص أو ريشة أو ألوان، من غير ما فتش في النفوس أو أقلب الأحزان. أنا كلمتي منكم، أنا مهنتي الإنسان، ماشي وباحث وراسم رسمة كروك وظل، خارج حدود الوطن باحث في كل زمان. الأرض دي أرضي، الأرض دي أرضي، الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي، أمال كده مالي شايل همها لوحدي. جمال العذاب انفلت وانا وراه بحدي، وانا وراه وحدي. ليه ليه يا ابو الغلابة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الوهاب المسيري، الثمرة الثمينة التي لا تتكرر كثيرا في حياتنا، لماذا لا يتكرر مثل هؤلاء المفكرين في حياتنا؟ وإذا تكرروا نقتلهم بجهلنا أو بهجومنا والسيطرة على عقولنا إعلاميا. المسيري ابن دمنهور الذي قرر أن يصل بفكره خارج حدود الوطن فأصبح علامة فكرية عابرة لكل الحدود. المسيري الذي تم تهديده بالقتل لأنه فضح الصهيونية والماسونية واستخدمهم لليهودية لتحقيق السيطرة على العالم، لماذا يخشى هؤلاء من مفكرين؟ عبد الوهاب المسيري ابن تاجر القطن الذي قرر ترك الإسلام بل كل الأديان وأنكر الإيمان ووجود الله ودخل في نفق الإلحاد المظلم، فعاش ملحدا. ملحدا أي أنه لا يؤمن بوجود إله لهذا الكون. انتمى المسيري إلى الشيوعية ثم العلمانية، فهل مات على إنكاره لله خالق الكون؟ لماذا ألحد هذا الشاب الذي نشأ في مجتمع مسلم محافظ؟ من الذي عرض عليه الإلحاد؟ بل من فرض عليه الإلحاد فرضا؟ شاهد وانتبه، لأن مثل هؤلاء الذين يفسدون نقاء وصفاء نفوس أبنائنا أصبحوا كثر. المسيري ابن المجتمع الريفي الدمنهوري الذي تفوق في العلم فاعتنق العلمانية وأصبحت المادية هي مذهبه ودينه، والإلحاد طريقه الذي سلكه كما سلكه من قبله مصطفى محمود. طريق واحد ومنهج واحد يدخل كل متسائل لا يجد في عقله إجابة. من خلق هذا الكون؟ كيف خلق هذا الكون؟ من هو هذا الخالق؟ كيف أراه؟ كيف أعرفه وأنا لا أراه؟ تساؤلات تمر على كل إنسان، هي لحظة يمر بها كل إنسان كبير كان أو صغير، لكن لابد أن يمر بها. وإن أراد الله له خير ينير قلبه ولا يسيطر عليه الشيطان، ولكن الأذكياء دائما إذا ما سيطر عليهم الشيطان يعودون. هي لحظة يشرق الإيمان فيها فيصرخ قلب الإنسان عرفت الله عرفت الله. نحن في هذه الدقائق نرى معا كيف أنبتت مصر مفكرين وعلماء لم يتكرر مثيل لهم حين كانت مصر حقا أم الدنيا. أنا رغم أن أنا في أعيش في هذا الجو شبه الريفي، إلا أن والدي كان من التجار. نعم. فمثلا والدي كان من التجار، لكن والدتي كانت لا تنتمي لهذه التقاليد التجارية، فنشأت في أسرة فيها والد ينتمي للمجتمع التعاقدي. نعم. وأم تنتمي إلى المجتمع التراحمي. نعم. المسيري في هذا الفيديو قال جملة أصبحت فيما بعد نظرية علمية عاش بها حياته: المجتمع التراحمي والمجتمع التعاقدي، الرحمة والمادية، رحمة الأم ومادية الأب. نشأ المسيري في دمنهور التي كانت أكبر مدينة تنتج إنتاجا صناعيا في العالم كله قياسا بحجم الإنتاج وعدد السكان ومساحتها، لأنها كانت تملك أكبر عدد من محالج القطن. لما كانت مصر إحدى بلاد العالم الغنية بفضل الذهب الأبيض، القطن المصري الذي لا يوجد له مثيل في العالم كله حتى اليوم. هذا حين كانت مصر
حقا أم الدنيا، وكان الريف المصري منتجا لا متسولا لإنتاج غيره. نشأ المسيري في هذا المجتمع الريفي، وأثناء فترة دراسته الثانوية تساءل ككل من عنده فكر يبحث عن الحقيقة، أين الله؟ من هو الله؟ وطرح أسئلته هذه على مدرس اللغة العربية والدين، هذا المدرس الذي احتار بل واحتاس ولم يجد إجابة، فأنكر عليه هذه الأسئلة. لذلك قرر المسيري أن يأخذ طريقا غير طريق الله، غير طريق الإيمان. كفر بهذا المدرس الذي لا يملك إجابة، ثم خرج عن طريق التوحيد. يعني كان أستاذ العربية هو أيضا أستاذ الدين، فكانت ردوده ردود بسيطة، مما أدى إلى أن أنا تخليت عن الإيمان في سن مبكرة جدا، وذهبت إلى الجامعة وأنا يعني قد تخليت عن إيماني. مدرس العربي والدين كان سبب في اهتزاز الطالب المفكر، ولما فقد القدرة على مجاراته والإجابة على أسئلته التي يسألها في الغالب كل إنسان يحمل في رأسه عقل، فهل كان فقط هذا المدرس هو السبب لأن يكون المسيري ملحدا، ولا المسيري أصلا كان جاهز للخروج من العقيدة حتى يتحرر من القيود، قيود المجتمع المحافظ؟ هل الأب أبو المسيري كان له دور بشدته في البيت وحرصه في إدارة المال؟ أرجو أن ننتبه، نحن نربي أولادنا، وأرجو من كل أستاذ صاحب منبر أنه أيضا يربي أبناءنا. كلنا لابد أن ننتبه، فقد تخرج إحدى الكلمات من فم أحدهم يخرج بها إنسان مؤمن عن طريق الحق، وأنت لا تعلم أنك تدمر عقيدة بضة طرية ما زالت في طور التكوين. على كل إعلامي أن ينتبه، لأنك ستسأل عن مئات الآلاف بل ربما الملايين الذين يتابعونك ويصدقونك. قرر المسيري أن يعتنق فكر داروين، النشوء والتطور، وأن الكون ليس له خالق، وأن كل كائن بدأ بشكل ثم تطور إلى أن أصبح على ما هو عليه، حتى الإنسان بدأ قردا ثم تطور إلى أن أصبح إنسانا. هذا ما لا نؤمن به، نحن نؤمن بأن الله خالق كل شيء وأن هذا الكون له مدبر، لكن هذا مدخل من مداخل وألاعيب الشيطان التي ينجح بها في التأثير على الأذكياء النابغين والأغبياء. لماذا أركز على هذا الجانب في شخصية المسيري المليئة بالأحداث والنجاحات والصدامات والتحركات السياسية والفكرية؟ هذا المفكر صاحب الرأي والنظريات، لماذا هذا تحديدا؟ لأننا يجب أن ننتبه لأبنائنا وأنفسنا، لأن الشيطان يدخل من هذا المدخل فيختطف الطيبين ويلقي بهم في طريق جهنم المليء بأصحاب العقول. للأسف المسيري كان قاب قوسين أو أدنى من الاغتيال على يد الموساد. لماذا؟ لماذا ظل مهددا إلى أن رحل المسيري صاحب المواقف السياسية الثابتة وأحد الذين أسسوا حركة كفاية، وكان صاحب فضل في الإطاحة بمبارك، ولكنه لم يستطع كغيره أن يطيح بنظام مبارك. المسيري صاحب الموسوعة العلمية عن اليهود واليهودية والصهيونية التي درست في أغلب الجامعات الأمريكية، هو نفسه الدرس الكبير الذي لا نريد أن نخرج في هذه الدقائق إلا وقد تعلمناه وتعلمنا منه الكثير. الموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، لكن مش هتشوفوا سيرة اليهود هنا خالص. ليه؟ لأنه في أثناء دراستي لهم تحولوا اليهود إلى مجرد دراسة حالة في الحضارة العلمانية، أي الحضارة الغربية. بهذه الكلمات قدم الكاتب المصري عبد الوهاب المسيري موسوعته اليهود واليهودية والصهيونية، ولخص نتاجا فكريا كبيرا وصف بأنه الموسوعة العربية الأولى، وفتح الباب أمام جدال واسع حول ما ورد في موسوعته، يبدأ في اعتبار عمله موسوعة أم لا تقنيا، ولا ينتهي باتهام البعض له بأنه يبرئ اليهود من الصهيونية ومن كثير من الجرائم المنسوبة إليهم تاريخيا.
التحق المسيري سنة 1955 بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الأداب جامعة الإسكندرية، وعين معيدا فيها عند التخرج لأنه كان شاب متفوق جدا. سافر إلى الولايات المتحدة في بعثة سنة 1963 لدراسة اللغة، وبالفعل حصل على الماجستير عام 1964، يعني بعد سنة واحدة، من جامعة كولومبيا. ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 1969 من جامعة ريتجرز، ولما رجع مصر قام بالتدريس بالفعل في جامعة عين شمس وفي عدة جامعات عربية، من أهمها جامعة الملك سعود من 1983 ل1988. عمل أستاذا زائرا في أكاديمية ناصر العسكرية وجامعة ماليزيا الإسلامية، وعضو مجلس الخبراء بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام من 70 ل 75، ومستشار ثقافي للوفد الدائم لجامعة الدول العربية في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك من 75 ل 79. كان المسيري عضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بليسبرغ بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار التحرير في العديد من المجلات العلمية المتخصصة اللي بتصدر في ماليزيا وإيران والولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا. كل ما فات ليس هو أهم ما يجب معرفته عن المسيري، التعلم منه من طريقة الفكر والتفكير، هذا ما يجب أن نعرفه عن المسيري. المسيري طريقه مليان دروس وعبر لينا جميعا، وكما خرج من الإيمان بوجود إله للكون بسبب بسيط جدا وانتمى للمادية والعلمانية وألحد إلحادا كاملا، رجع برضه بسبب بسيط جدا. كان سبب خروجه هو مدرس الدين اللي سألوا بعض الأسئلة ومعرفش يجاوب، ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وطريق الإيمان أيضا كان لسبب بسيط. التقى عبد الوهاب المسيري بفتاة أحلامه، أحبها، أراد الزواج منها، وعلم بهذا الأمر أصدقائه من الشيوعيين واليساريين اللي بينتمي ليهم والفكرهم والمذهبهم. قالوا له الله، إزاي كده هتتجوز من فتاة برجوازية وأنت تنتمي لطبقة الطبقة العاملة البلوريتاريا؟ برجوازية يعني إيه؟ يعني من الطبقة العليا التي تملك رأس المال وتملك السيطرة على الحياة المادية. أما الطبقة العاملة أو البلوريتاريا فهي الناس اللي بيشتغلوا ويكسبوا من لقمة عيشهم كل يوم ويعيشوا، دي طبقة الشيوعيين بيحبوها جدا وبينتموا ليها وحاجة زي الفل. أما اللي عندهم فلوس دول مش حلوين وبيكرهوهم ومش عاجبينهم، لذلك قالوا له أنت هتعمل إيه؟ هتخش في المنطقة البرجوازية؟ ده أنت كده هتبقى بتنتمي للطبقة الاجتماعية المتعفنة، زي ما هم كانوا بيوصفوها. هم ما زالوا هؤلاء يصفوا هذه الطبقة بالطبقة المتعفنة، هم كانوا بيصفوها كده. وكان الشيوعيين الماركسيين لا يحترموا أبدا هذه الطبقة المالكة لرأس المال، وأصبح المسيري محتار بين فكره الشيوعي وبين مشاعر قلبه، لكنه كمان ما كانش بيؤمن بالمشاعر. ما هو لو آمن بالمشاعر يبقى لابد يؤمن إن فيه إله لأنه هيشعر بيه، لأن كلمة الشعور بالنسبة له تعني إيمان بوجود قوة غير مرئية، ولو آمن بقوة مش شايفها لأنه ملحد مادي يبقى لازم يؤمن إن في هذا الكون إله ولابد يؤمن بيه. حاجة كده متلخبطة بعيد عنكم. والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي رزقنا إيمان العامة بدون فلسفة، عارفين أن هذا الكون له صانع خالق إله، وإننا مخلوقين وقد خلقنا هذا الصانع هذا الإله لأننا صنيعته وهو يحبنا. لكن العلمانيين والداروينيين يؤمنوا أن الكون تطور وملوش يا جدع صاحب. يا جدع منك لو خلي عندكم شوية عقل يا هبل، كل الكون ده بكل الترتيبات بتاعته بكل النظم اللي فيه بكل هذه المنظومة المنتظمة ليس لها إله خالق؟ أهو ده بالظبط اللي صار وهو ده اللي كان. عبد الوهاب أصبح محتار، يتجوز هدى حجازي البرجوازية ولا لأ؟
قال خليني أسأل الست الفلاحة البسيطة اللي خلفتني أتجوزها ولا ما أتجوزهاش. راح لوالدته عليها رحمة الله، الست اللي فطرتها سليمة وقلبها سليم وإيمانها نقي، قال لها يا أم أعمل إيه، بحب البنت دي أتجوز الدكتورة هدى حجازي بنت الناس الأكابر الأغنية ولا لا؟ قالت له كلام سهل جدا، هز كيانه كله وهز معتقداته الفكرية اللي كانت وقتها راسخة. قالت له ما تتلخبطش يا عبده، اسأل قلبك وشوف، لو كان قلبك بيحس بالبهجة والفرحة لما يشوفها يبقى خلاص بتحبها، اتجوزها. ورغم بساطة المنطق وسهولة الإجابة، لكن المسيري في اللحظة دي بيوصف حاله بأنها كانت لحظة هزت كيانه فعلا. كلام والدته البسيط خلاه يراجع كل معتقداته، اسأل قلبك يا عبده، أي قلب؟ أغلب الملحدين اللي مصدقين إن الكون اتعمل مع نفسه كده لا يؤمنوا إلا بالمادة، الحاجة اللي بيشوفوها بعينيهم بس ويحسوا بيها بإيديهم بس مش بقلبهم. رحلتي مع الملحدين وأهمهم كان ألتن الروسي الملحد، كان واحد من تلامذتي، كان لا يؤمن بوجود إله، وبعد نقاشات إنسانية وعقلانية أسلم بفضل الله. قال لي إنه نام في يوم من الأيام في عز التلج، درجة الحرارة كانت واصلة فوق 30 في روسيا، نام بدون ملابس لعله يصل لمرحلة الموت عشان يحس بالعالم الآخر، يتأكد إن فيه إله، لكنه لم يشعر، قطع شريان إيده عشان يصل لمرحلة الموت ويشوف ما وراء الحياة، لكنه لم يرى. لكن بالنقاش رجع قلبه، رجع حس تاني. قال لي يا أستاذ هل في جسدي قلب؟ كان هذا هو السؤال نفسه اللي سأله المسير لأمه، قال لها يا أمي هل في جسدي قلب؟ قالت يا ابني هو حد فينا يقدر يعيش من غير قلب؟ سؤال سهل، لكن كل الواحد ما دماغه كبرت وكبرها بالفلسفة يتلخبط وما يعرفش أبدا يوصل للحقيقة. جملة والدته هزته، عرفته إن الشعور بالحب لا يمكن يتولد داخل إنسان إلا إن كان فيه شعور بالإله وبالكون وبالمشاعر. الجملة خلته يقلل من كمية المادية اللي كان عايش فيها اللي أصبحت جواه، اتجوز الدكتورة هدى حجازي بنت الناس الأغنياء البرجوازية وكان بيحبها وبتحبه جدا، لكن مر بصدمة تانية وكانت أعنف، والصدمة التانية هي اللي رجعته تماما وخلته يعيد كل التفكير في أفكاره ومعتقداته. بعد ما أنجبوا طفلة، طفلتهم الأولى، أصبحت زوجته هدى تهتم بيها اهتمام كبير، اهتمام أكبر من اهتمامها بيه، ولأنه مفكر وفيلسوف والأمور عنده لا تمر أبدا مرور الكرام، تساءل إزاي وليه، فعرف أن مشاعر الأمومة أعلى وأغلى من مشاعر العاطفة بين الرجل والمرأة والعكس، ووقف هنا وتساءل هل هناك من يحب أكثر من الأم؟ لابد أن يكون هذا الذي يحب هو الخالق، هو الله. تساؤلاته وصلته للحقيقة، الحقيقة المطلقة أن هناك إله يحب الإنسان أكثر من زوجته ومن أمه ومن أبوه، هذا هو الله. وسأل السؤال الأكبر، كيف لهذا الإله أن يحتملني ويرتب لي كل أمور حياتي رغم إنكار الكبير له ولوجوده؟ وكانت الإجابة المنطقية السهلة اللي لقاها في بيت شعر لبيد وكانت الإجابة المنطقية السهلة اللي لقاها في بيت شعر للوبيد بن ربيعة المشرك الذي التقى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فآمن وقال شعر إيماني عظيم، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل حركة وتسكينة أبدا شاهد. عاد عبد الوهاب المسيري إلى الله، لكن الإيمان بالله وبالقدر وبالخلق وبالبداية والنهاية
لم تلغي عنده النظريات التي كان يفكر فيها، النظريات العلمانية، لكنه صنع نوع من الموازنة بين الإيمان وبين العلمانية، ووصل للنظرية الأهم في حياته، المجتمع التراحمي والمجتمع التعاقدي. مدام فيه المجتمع رحمة وتراحم، إذن هو مجتمع يؤمن بالخالق الرحمن الرحيم. إذا كان المجتمع مجتمع تعاقدي فقط، بيقوم على المصلحة فقط، فهذا مجتمع علماني دارويني، أي أنه مجتمع كافر لا يؤمن إلا بالإحساس والمكسب والخسارة. فالعلمانية الشاملة هي شكل من أشكال الداروينية الذي انتشر في العالم الآن، فيجب أن نقوم بهذا التمييز. يا سلام، أجمل ما في المسير أنه جاء من هناك من الطريق الآخر، وهو يعرف كل تفاصيل هذا الطريق، طريق الكفر والإلحاد والعلمانية. تحدث هو عن هذا العالم، أصبح كلامه لا يضحده محاور. العلمانية الشاملة هي شكل من أشكال الداروينية الكافرة. ده رأي الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، العائد من الإلحاد والعلمانية الشاملة إلى الإيمان المطلق بالله الخالق الواحد الأحد سبحان الله جل شأنه. كيف يرى المسير العلمانيين العرب؟ وهل يمكن أن يكون علماني غير ملحد غير كافر؟ وأعتقد أنه كثير من العلمانيين العرب يدركون، يعني جعلناهم يدركون هذا، يمكن أن يدخلوا معنا في الصف في محاولة إصلاح هذه الأمة وهذه المنطقة. يا سلام، ما أجمل فتح الأبواب، أبواب العودة، أبواب القبول، أبواب المحبة. المسيري يرى أن العلمانيين العرب إذا آمنوا بالعلمانية الجزئية غير الشاملة يمكن أن يدخلوا في صف المصلحين ويكون لهم دور رئيسي في إنقاذ الأمة. لكن السؤال المباشر والإجابة المباشرة، هل العلماني كافر؟ العلماني الذي لا يؤمن إلا بالعلمانية، والذي يخرج الله سبحانه وتعالى من السياسة والاقتصاد والحياة ويجعله فقط موجود في المساجد، موجود فقط في المعابد، موجود فقط في الكنائس، هل هذا مؤمن أم أنه كافر؟ إن كان تتعني بعلماني علمانية جزئية ليس بالضرورة كافر. علمانية شاملة أي فصل كل القيم وتحويل العالم إلى مادة استعمالية، هذا ليس كفر بالله وحسب، وإنما كفر بالإنسان أيضا. الله على العودة الجميلة واحترام الإنسان الذي خلقه الله، مقدار محترم احترم المسير لنفسه كإنسان. المسير يرى أن العلمانية الشاملة التي تفصل كل القيم وتحول كل العالم إلى مادة استعمالية، فهذا هو الكفر. الكفر ليس فقط بالله ولكن أيضا بالإنسان. يعني إيه مادة استعمالية؟ يعني إنسان يستعمل إنسان، يستعمل كل ما هو موجود في الكون بما فيه الرجل والمرأة الإنسان. وهل يستعمل الإنسان فعلا الإنسان؟ المسير يرى أن العلمانية الشاملة كانت أساس في استعمال المرأة تحديدا، الكائن الضعيف هذا، وجعل من الإنسان عموما منحط، وضرب مثل بالمرأة والجنس، وجعل المرأة مجرد مادة مستعملة بدون أي مشاعر. المرأة الكائن الرقيق، الكائن المحترم، العلمانية جعلتها مجرد كائن، مجرد جسد. من فضل حضرتك شوف الفيديو اللي جاي، انتبه لكل كلمة فيه، لكل كلمة، لأن كلام هذا الرجل اتقال من 30 سنة، وصف حال العالم كله والمجتمع والأسرة والمرأة، وهم بياخدونا في سكة اللي يروح ما يرجعش. العلمانية الشاملة هي فصل كل شيء عن الإنسانية وجعل الحياة مجرد رغبات وإشباع رغبات، ليتم تدمير بداية المرأة التي هي أصل الكيان وأصل الأسرة، ثم يتم تدمير الأسرة، ثم يتم تدمير المجتمع، ثم يتم تدمير الدولة بعد فصل الإنسان عن الأخلاق وعن القيم. اللي بتكلم هنا أيضا عن علمنة الجسد الجنس بقى، من أهم الأشياء اللي بتحصل للجنس أنه يتحرر من أي مشاعر إنسانية، يتحرر من الحب، يتحرر من الألفة، من الطمأنينة، من أي عنصر جواني، ويبقى أداء.
ومن هنا ظهور الجنس العربي. الجنس العربي هو تعبير عن ان المسألة اداء ملهاش علاقة بالعنصر الجواني او العاطفي، انه برضو هنا حالة مادية مثالية ملهاش علاقة باي مرجعية انسانية. فزي ما الادب تحرر من المرجعية الانسانية، والدولة تحررت من المرجعية الانسانية، والمنزل تحرر من المرجعية الانسانية، والجسد تحرر من المرجعية الانسانية، الجنس ايضا يتحرر من المرجعية الانسانية، فيفصل عن الحب، يفصل عن الانجاب، يفصل عن الزواج. فهمت حضرتك؟ فهمت حضرتك تم السيطرة على حياتك وحياتك وحياتنا كلنا ازاي؟ تم تفكيك قواعد حياتنا الصحيحة ازاي؟ من خلال تغييب الإيمان بالخالق. ولما تستبعد الإيمان ومفردات الإيمان عن مفردات الحياة، تصبح الحياة مجرد شهوة، رغبة، تصبح رغبات حضرتك وحضرتك مجرد أداة مستعملة. المسيري بيقول كده: فهل تقبل أن تكون أو تقبلي أن تكوني مجرد أداة متعة لبعض الوقت؟ المسيري شاف من بدري قوي، من 50 سنة، أن المسيطر على العالم واللي بياخد العالم في اتجاه التدمير الأخلاقي هيوصل بيه في لحظة ما لنشر الشذوذ، شذوذ الإنسان عموما، شذوذ الجنس، شذوذ الفكر، شذوذ الإيمان. شاف الكلام ده إمتى؟ اتكلم المسيري عن عالم الألوان، ألوان الطيف، من إمتى؟ حذر المجتمع، مش العربي، الأمريكي، من إمتى؟ قال إن المجتمع الأمريكي بيدمر نفسه تدمير داخلي، تدمير ذاتي، حذره وهو لسه طالب سنة 1964. تصور، طالب دراسات عليا مصري نابغة كان شايف مصير أمريكا والمجتمع الإنساني كله هيكون في خبر كان. ليه؟ لأنه من 55 سنة شاف أنهم واخدين أخلاق الدنيا إلى الانحدار والانحطاط. فنفس الشيء بالنسبة للجنس، أما يجي حاجة في الغرب عن الجنس، انسوا الجنس، حاولوا تشوفهم الجانب المعرفي. في الواقع أنا في رسالة الدكتوراه بتاعتي تنبأت بالثورة الشذوذ الجنسي دي فيها في أمريكا، وقلت لهم لأنه حتى سميتها الشذوذ الجنسي البروتستانتي. طبعا كل أساتذتي كانوا بروتستانت وتجنم. قلت لهم لا. اعتمد عبد الوهاب المسيري في كتاباته على المنهج الأخلاقي، أخلاقي، أخلاق جاي من الشيوعية والإلحاد والعلمانية إلى الأخلاق مباشرة، لأنه اللي بيضوء نار اللا أخلاق بيعرف كويس جدا أن الأخلاق هي الأهم في بناء المجتمع وفي بناء الأسرة وفي بناء الدولة. المذهب الأخلاقي أصبح هو مذهبه ومنهجه الفكري، ولا يهتم لا بالتحيزات الفكرية ولا بالاختلافات الفكرية طالما اطمأن ضميره وفكره لما يطرح عليه. المسيري كان بيتمتع بالقدرة على صياغة الحكاية، فأصبح يتناول أفكاره من خلال قصص موسوعية لنقل كل أفكاره النظرية بكل سهولة للقراء، ومزج حياته الشخصية مع حياته الفكرية ونظرياته، وأهم نظرياته الفكرية والفلسفية زي ما قلنا كان المجتمع التراحمي والمجتمع التعاقدي. فسر هذه النظرية الإنسانية اللي هدمت فكره العلماني الشمولي، وهو بيحكي حكايات بسيطة جدا لكنها عميقة جدا، ووضحت ازاي كان هذا المفكر يصل بفكره الى العمق من خلال البساطة. هذه النظرية الفلسفية بيحكي المسيري ان المجتمع المصري كان مجتمع طول عمره مجتمع تراحمي، وانه كان بيعرف هذا التراحم من سنين طويلة. الله أعلم السنين اللي فاتوا عملوا فينا إيه. بيحكي عن عادة بيقوم بيها المصريين في الزواج، حضرتك وحضرتك وحضرتكم كلكم عارفينها، بنروح كلنا للفرح معزومين أو ضيوف سواء من الأقرباء أو الجيران أو الأصدقاء، وبيدي كل واحد نقطة للعريس أو العروسة. النقطة يعني مبلغ من المال بيضعوا الضيف في إيد العريس أو في إيد العروسة، وهو نوع من المشاركة والمساعدة الوجدانية الاجتماعية. والعادة دي موجودة في كل بلادنا العربية مش بس في مصر. في الكويت بيسموها العنية، في السعودية بيسموها الزورة من الزيارة، وفي تونس بيسموها الرمو، وفي المغرب بيسموها الضرورة، وفي العراق بيسموها الواجب، وفي سوريا بيسموها العنية، وفي تركيا المسلمة بيسموها ألتن تاكمك، وفي إيران بيسموها باي أنديز جراغ،
يعني مجتمعاتنا العربية والمسلمة موجود فيها هذا التراحم من بدري قوي. هذا هو وصف المسيري للمجتمع الإنساني الراقي الذي خلقه الله ليتعارفوا يتكاتفوا ويدعم كل منا للآخر. المجتمع التراحمي باختصار هو المجتمع الذي تقوم علاقاته على التراحم والتعاطف بين أفراده، على النقيض من المجتمع العلماني التعاقدي الذي تقوم العلاقة فيه على أساس تعاقدي مصلحي فقط. وهذا ما جعل الحياة في الغرب كلها حياة منعزلة كئيبة، حتى أن الابن لا يسأل عن والديه لأن مصلحته معاهم انتهت ببلوغه سن 18، ومادام قادر يصرف على نفسه يسأل على أهله ليه بقى؟ فهل نريد أن نصبح هكذا؟ عايزين نبقى مجتمعاتنا تبقى كده، ولا احنا فعلا بقينا كده واحنا مش واخدين بالنا؟ لابد أن ننتبه. سألت على والدك ووالدتك آخر مرة إمتى؟ سألت عليهم بالتليفون ولا بعت لهم رسالة واتساب؟ إمتى كانت آخر مرة زرت أبوك في البيت والدتك؟ إمتى آخر مرة قبلت إيد والدك وحبيت جبين والدتك؟ بيقول المسيري إنه كان في فترة من فترات عمره في السعودية اشتغل هناك أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز، وكان عنده واحد مصري، واحد يعني على قد حاله بيروح ينظف له البيت كل أسبوع، ووقت أخذ الأجر كان الراجل بيقف يقول له إيه، ما تخلي يا دكتور عليا المرة دي. بيصف المسيري هذه الحالة إنها ضمن نظريته المجتمعية، المجتمع التراحمي. العامل ده كان بيعبر عن حالة التراحم حتى وإن كان هو اللي أقل درجة علمية أو درجة اجتماعية، وحتى إذا كان هو اللي محتاج للمسيري وهو اللي محتاج للمقابل اللي بيشتغل بيه. وجملة خلي المرة دي عليا دي كان فيها تعبير عن المساواة بينه وبين الدكتور المسيري، بينه وبين صاحب العمل أو بينه وبين الأقوى منه ماديا، وإنه بيشعر إن العلاقة بينهم كانت علاقة تراحمية. وعشان كده كان المسيري بيأكد هذه الفكرة وبيقول إن العلاقة ما كانتش علاقة مصلحية. بيقول المسيري إنه كان بيتعمد مرة كل فترة إنه يقول له طيب معلش خلي بقى المرة دي الفلوس لأن أنا ما معيش، إن شاء الله الأسبوع الجاي أدي لك الأجر أو الأجرة. وبيقول برضو إنه كان فعلا بيدفع الأسبوع اللي بعده، لكن كان العامل بيشعر بسعادة شديدة، بيشعر إنه مش أقل من المسيري، بيشعر بالندية والفخر وإن العلاقة بينهم علاقة إنسانية وليست علاقة عامل ودكتور جامعة بيشتغل عنده. عبد الوهاب المسيري لم يكن مفكر إنساني منعزل عن الحضارة الإنسانية والإسلامية، وكان يرى حضارتنا حضارة مركبة في العطاء، أما حضارة الفيديو كليب زي ما سماها فهي حضارة أحادية فارغة لا تحمل العمق الذي تحمله الحضارة الإسلامية العظيمة التي تخلينا عنها أو أننا في طريقنا للتخلي عنها. الحضارة الإسلامية لا تتخلوا عنها، لا تفقدوها فتصبحوا كالهشيم تذروكم الرياح. مسجد الأقصى أو الهرم الأكبر أو إن ذهبنا إلى تونس أو المغرب العربي، الآثار الإسلامية الجميلة اللي هناك. يعني أنا حينما أذهب لمدينة مراكش وبالذات مقبرة السعديين أجدها ساحرة. مقبرة السعديين حينما ذهبت إلى المغرب أقضي فيها يوما، لأنه يعني تجعلني أتأمل في العقل الإنساني الذي استطاع أن ينتج هذا الجمال وهذا التركيب، هذه التقوى في نفس الوقت. الفيديو كليب يقضي على كل هذا. أحادي إذا كان المقابر السعديين أو التاريخ ينتج أشياء مركبة تعكس وتعبر عن تركيبية العقل الإنساني وأنه لا يمكن أن يختزل. هذا هو عبد الوهاب المسيري المفكر الذي بدأ حياته متدينا ثم خرج من عباءة الدين فألحد، ثم عاد مسلما مفكرا مدافعا عن دينه وحضارته، وقد ترك لنا تراثا فكريا ثريا. لكن أهم ما ترك كان الموسوعة التي أرسلها إلى تونس ليخفيها عن أيدي الصهاينة، لأنهم أرادوا تدمير هذه الموسوعة وأرادوا اغتيال المسيري بسببها، كما قتلوا عالمة الذرة المصرية سميرة موسى وأستاذها مشرفة أينشتاين العرب والعالم يحيى المشد في باريس، قتلوه وقتلوا عالم الذرة سمير نجيب
وقتلوا عالم الاتصالات بالأقمار الصناعية سعيد السيد بدير رحمه الله، ابن الممثل والسيناريست والمخرج الشهير جدا السيد بدير، كلهم قتلوا لتفوقهم. وكان عبد الوهاب المسيري على قائمة الاغتيال الصهيونية، والموساد كان يبحث عنه ويريد أن يقتله لأنه فضح الصهيونية وعلاقتها بالماسونية، كما فضح العالم المصري الفذ الذي قتل لنفس السبب جمال حمدان اللي ولد في 4 فبراير 1928 وهو أحد أعلام الجغرافيا المصريين. ومن أشهر كتاباته عن فضح أكاذيب اليهود هو كتاب اليهود أنثروبولوجيا الصادر عام 1967. هو من أشهر المفكرين في قائمة اغتيالات الموساد الإسرائيلي اللي فجر رئيس المخابرات المصري الأسبق أمين هويدي مفاجأة من العيار الثقيل حول كيفية قتل واغتيال جمال حمدان. أكد هويدي أن لديه ما يثبت أن الموساد الإسرائيلي هو الذي قتل حمدان في 17 إبريل 1993 ميلادية، عثر على جثته والنصف الأسفل منه محروق. واعتقد الجميع أن جمال حمدان مات محروق، لكن يوسف الجندي مفتش صحة بالجيزة وقتها أثبت في تقريره الطبي أن الفقيد لم يمت مختنقا بالغاز، كما أن الحروق ليست سبب في وفاته لأنها لم تصل لدرجة إحداث الوفاة. حضراتكم عارفين أن في 3 مستويات من الحروق، 1 و2 و3. كان هذا الرجل حريقه لا يصل للدرجة التالتة التي تصل للعظم فتقتله. اكتشف المقربون من حمدان اختفاء مسودات بعض الكتب اللي كان بصدد الانتهاء من تأليفها ونشرها، وعلى رأس هذه الكتب كتابه عن اليهودية والصهيونية. لذلك هرب عبد الوهاب المسيري موسوعته العظيمة جدا اليهود واليهودية والصهيونية إلى تونس لغاية ما يقدر يطلعها للعلن. أنا ما كنت أعمل مستشار ثقافي، نعم، في الولايات المتحدة لوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم، نعم. اكتشفت أنه كل ما كتب عن الصهيونية كتب بالإنجليزية كتبه صهاينة، نعم، أو كتب من وجهة نظر الصهيونية. فأردت أن أوفر للدارس الأمريكي كتاب علمي عن الصهيونية، نعم. وبالفعل قرر كتاب أرض الوعد في عديد من الجامعات الأمريكية. بعد ذلك بعام واحد جاءني 13 خطابات من مئير كهانة تهددني بالقتل، نعم، وأحد المساعدين الدكتور محمد هشام، نعم، ووضعت تحت الحراسة بعض الوقت لأنه الصحف الإسرائيلية نفسها احتجت على ذلك، لأنه قالت الكهانة أنه لو بدأ يمد يده على المثقفين المصريين فإن هذا يهدد السواح الإسرائيليين الخطر وهكذا، نعم. وجدت أنه في عبر خط أحمر هنا. تهديد المسيري لم يكن مجرد تهديد، لكنها كانت خطة خاضعة للتنفيذ. لولا نشره للموسوعة ونشره لخبر تهديد الموساد له، وبعد انتشار خبر تعرضه وتعرض حياته للخطر وإن الصهاينة ينتظروا لحظة مناسبة لاغتياله، راحت واحدة مخرجة اسمها لمياء جودة، مخرجة تلفزيونية في التلفزيون المصري الحكومي النيل للأخبار، راحت له البيت أقنعته بتسجيل هذه الموسوعة على أشرطة ويتم عرضها في التلفزيون المصري من خلال سلسلة. لم يكن المسيري متحمسا لهذا المشروع، وكان شايف أن المشاهد هيمل من مشاهدته لمدة 20 ساعة، لكنها قدرت بالفعل تاخد موافقته وانتجت 20 ساعة عن اليهود واليهودية والصهيونية. وبظهور المسيري صوت وصورة وبتسليط الضوء على الموسوعة اصبح الاعلام في اللحظة دي سبب من اسباب حمايته، وبظهور الموسوعة ووصولها للناس انتفى سبب اغتياله. ولو حصل واغتلوه لقرأ العالم كل هذه الموسوعة التي تفضح الصهيونية وتبرئ اليهودية من سيطرة الصهيونية، وهذا ما أراده بالتحديد المسيري. حولت الموسوعة اسمها لمياء جودة، حولت الموسوعة إلى فيديوهات حلقات 15 حلقة سمتها بنت صهيون. هي جاءت إلى منزلي وسجلت معي 20 ساعة، فأخبرتها إن الناس تشاهد عبر المسيري
مدة 20 ساعة سيموتون من الملل. فقالت لا سترى. وبالفعل قامت باستخدام مادة صوتية وأرشيف بحيث أن أنا كنت أجلس أنا نفسي يعني في حالة تسلية شديدة. بنت صهيون، يا أيها الناس شاهدوا حلقات بنت صهيون، ابحثوا ستجدوها متوفرة على اليوتيوب. يا أيها الناس اقرأوا موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، اقرأوا وعوا واعرفوا ما يدبر لنا ولأمتنا. لقد بحث واجتهد هذا العالم الجليل الذي خدم أمته وترك الدنيا وقد ترك خلفه الحجة علينا. اعرفوا ما قال المسيري، وصف الكيان الصهيوني وصفا دقيقا، فاحفظوا هذا الوصف وعلموه لأولادكم. هذا الكيان الاستيطاني المنفعي القاتل. وأدركت تماما معنى إسرائيل الحقيقي، ونزعوا عني أوهام التوراة والتلمود والبروتوكولات وما شابه. هذه قاعدة للاستعمار الغربي، مؤسسة على صهيونية المرتزقة. المعيار الأساسي هو المنفعة المادية لكل من المستوطنين وللعالم الغربي، أما الديباجات اليهودية فهي لإطفاء شرعية على هذا الفعل الاستعماري الإبادي القاتل. هذا هو الوصف الدقيق لهذا الكيان الصهيوني. ولمن يعرف التاريخ نذكركم أن هذه الأمة مر عليها الحملات الصليبية واحتلت فلسطين، وبعد احتلالها للشام كله والفلسطين، وحبت تحتل كمان مصر لكنها انهزمت ورحلت. فأرسلوا هؤلاء الصهاينة مندوبين عنهم، فأجلسوا حكاما وكلاء لهم، قبلوا بضياع فلسطين القدس من أجل أن يحكموا، ورحلوا هؤلاء الحكام، وسيرحل غيرهم وسيرحل الصهاينة، ولن تبقى إلا فلسطين عربية إسلامية لأهلها وأصحاب مفاتيح البيوت العتيقة. سيري يبشر بعودة فلسطين العربية حتى وإن غيروا اسمها في خرائط جوجل الصهيوني، ستظل فلسطين عربية مسلمة. استمعوا لكلام المسيري وانشروه، ولأولادكم علموه، لأنه قال وتنبأ بنهاية الكيان الصهيوني، وأن نهاية هذا الكيان الصهيوني حتمية، فلا تيأسوا. مع سقوط الإجماع الصهيوني ظهر ما يسمى ما بعد الصهيوني. كلمة ما بعد في الخطاب الفلسفي الغربي بتعني نهاية. هم بيخافوا من كلمة نهاية. يعني مثلا برضو مجلة الأتلانتيك مانثلي العدد القادم كمان أسبوع بتتحدث أيضا عن نهاية إسرائيل. في الواقع موضوع نهاية إسرائيل مطروح قبل إنشاء الدولة. يعني كثير من المفكرين الصهاينة الذين بالذات عاشوا مع الاستيطان أدركوا أن القضية مستحيلة، وبعضهم حاول يحل المشكلة من البداية وأخفق، لأنهم أدركوا أنهم أمام شعب مناضل. نهاية إسرائيل حقيقة، ولكن علينا أن نؤمن بنهايتها ونعمل لتحقيقها. المسيري قال وأعطانا المفاتيح، مفاتيح المقاومة. المقاومة هي المفتاح الحقيقي، وليس اتفاقات أوسلو ولا عباس ولا دحلان. استعادة فلسطين العربية لن يكون بالتفاوض ولكن بالمقاومة. يا أيها الناس لا يموت حق وراءه مطالب، طلبوا ولا تيأسوا. المسيري حكاية كبيرة جدا، عريضة عميقة، لا تنتهي في ساعة. المسير المفكر الذي كتب في اليهودية والصهيونية وتحدث عن الماسونية، تكلم أيضا عن الفن والأخلاق والقيم والمرأة، لكنه كمان كتب قصص أطفال. تصدق يا سيد كتب قصص أطفال؟ هتصدق إن شاء الله. بجد أنه كي يبدأ الإنسان لابد أن يندهش دائما بما حوله. نعم. بمعنى أن الطفل داخل الإنسان يجب أن لا يموت، ويعني والحمد لله نجحت أنه هذا الطفل يستمر معي. نعم. في نفس الوقت أبجد أن عالم الأطفال عالم جميل ومركب، وأن الأطفال قادرون على استيعاب أي شيء. نعم. لجانب يوجد حقيقة، وهي أن أولادي نشأوا معي في الولايات المتحدة. وكان يوجد في الولايات المتحدة عروس جميلة اسمها رجدي آن، تشبه العرائس العرائس الفلاحين. نعم. من القطن، وجميلة ولا تزال عندي في غرفة نومي في الواقع. نعم. إلى أن ظهرت باربي. نعم. باربي عروسة لا علاقة لها بالطفولة،
تتميز بالجاذبية الجنسية والاستهلاكية، كل ما هو سيء في الحداثة. نعم. فوجدت أنه حتى يمكن نحتفظ الأطفال ببراءتهم لابد أن أؤلف لهم عالم أسطوري مستقل. فابتدعت شخصية الجمل الظريف، وهو حيوان مرتبط بالحضارة العربية. نعم. والقصص، وهو بطل معظم كل هذه القصص. نعم. أولادي، وحاولت أن أخلق لهم عالمهم الأسطوري. نعم. كان هذا أحد أبناء مصر الحقيقيين الذين أبدعوا في مجال الفكر، فأرهق كل من حاول مجاراته ودافع عن قضايا أمته، فكان خير مدافع عنها، ورحل عن عالمنا في أول يوليو 2008، وما زال حاضرا في كل قضايانا وصراعنا من أجل البقاء وبقاء أمنا وأمتنا. المثقف الذي لا يترجم فكره إلى فعل لا يستحق لقب المثقف، هكذا كتب المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري في مذكراته رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر التي حكى فيها رحلته منذ أن ولد في دمنهور شمال مصر ونشأ فيها إلى أن انتقل للإسكندرية، ومنها إلى نيويورك، ثم أخيرا إلى القاهرة حيث استقر به المقام وتوفي فيها رحمه الله. وبعد مرور 12 سنة على رحيله تبدو رحلة المسير الفكرية والإنسانية أكثر راهنية بالنظر للتحولات التي يمر بها العالم العربي اليوم. كتب المسير عما نمر به اليوم وتوقعه، وترك لنا قضاياه الفكرية التي مزجها بتجربته الشخصية بأسلوب الأدب السلس العميق والساحر. تحدث عن الله وعن الإيمان بعد رحلته من الشك إلى اليقين، فقال: الله هو الركيزة الأساسية لكل شيء، الركيزة الأساسية للتواصل بين الناس، لضمان الحقيقة، فإن نسي الله ركيزة الكون كله ينتهي كل الكون. سبحان الله الذي لا ينسى ولا ينسى. وهذا ماجد عبد الله يحييكم. من غير ألم ورصاص أو ريشة أو ألوان، من غير ما فتش في النفوس أو أقلب الأحزان، أنا كلمتي منكم، أنا مهنتي الإنسان، ماشي وباحث وراسم رسمة كروك وظل، خارج حدود الوطن باحث في كل زمان، الأرض دي أرضي، الأرض دي أرضي، الأرض مش أرضي ولا العباد ولدي، أمال كده مالي شايل همها لوحدي، جمال العذاب